هل لو اغتسلت بأن أنزل تحت الدش بدون وضوء هل يجزئ ذلك ويحل لي الصلاة؟ بالنسبة للوضوء في الاغتسال هو سنة وليس فرضا، لأن الغسل أعم من الوضوء. أنا قلت منذ قريب بأن إنسانا لو نزل في نهر أو نزل في بحر ونوى الاغتسال أجزأه ذلك، فكذلك لو إن إنسان اغتسل تحت الدش ولو لم يتوضأ أجزأه ذلك، والله أعلم.